عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعاتي الغاليات مرحبا بكم في قناه مطبخ ساره ام هدايا نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده ان شاء الله كي دايرين لاباس عليكم صحيحتكم لاباس اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الفطائر وحده حلوه وحده مالحه اللي كيجيو زوينين بالعجين السحري اللي كنت خدمت معكم نتمنى ان شاء الله ان من الاعجاب ديالكم غندوزو على بركات الله المقادير كنحتاجو هاد العجين اللي عجنتها وكنت محتفظه بها في المجمد وحده غنديرها حلوه بالشوكولاط كيف كتشوفوا وحده غنديرها مالحه عندي هنايا شويه ديال الصوصيط يعني كميه قليله اولا الحشوه كتبقى على حسابكم عندي شويه البصله واحد الضريس ديال الثومه شويه الفروماج محكوك عندي هنا موتزاريلا وهذا اللي عندكم عندي شويه البزار الملحه ما غنستعملهاش على ود راه الصوصيط تيكون مالح وانتم على حساب المذاق عندكم يعني نزو على بركه الله نوجدوا الحشوه ديال الفطائر اللي غنحتاجو المالحين كنديروا شويه زيت الزيتون كنديروا هاد البصيله الكميه راه كتبقى على حساب كل واحد وحتى الحشوه كتبقى على حسابكم يعني غديروا اللي بغيتوا، انا كان عندي هاد شويه ديال الصوصيط خدمت به غنديرها ان شاء الله ندير فيها شويه ديال البزار وغنديرها تشحر ان شاء الله فوق البوطه ومن بعد غنقطع هذاك الصوصيط وغادي نزيدوا عليها ان شاء الله كيف كتشوفوا من بعد ما تشحرات لي هاد البصيله وهاد الثومه غنضيفو هاد الصوصات اللي انا قطعتو طريفات صغيورين كيف كتشوفوا راه كيف ما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه ممكن تضيفوا الربيع ممكن تضيفوا اي عطريه بغيتو المهم انا عندي هنا الصوصات راه فيه العطريه ما نحتاج حتى عطريه من بعد ما طابت لي هاد الحشوه كيف كتشوفوا غنضيف على داك الفروماج اللي قلت لكم محكوك ممكن انكم ديروه ممكن لما كانش ماشي ضروري يعني كيبقى على حسب موجود وعلى حسب الاختيار كيف كتشوفوا وغنخلط كل شي ان شاء الله ونخليه على جنب حتى تبرد ونرجع معكم ان شاء الله كيف كتشوفوا من بعد ما وجدت الحشوه ديالي وحطيتها كتبرد غندوز ان شاء الله باش نوجد معكم واحد الكريويسات اللي حلوين بالشوكولات كيف قلت لكم يعني كتبقى اختياريه تخدموا كيف ما بغيتوا نتوما بهذا العجين انا بغيت نوريكم غير افكار اشنو ممكن توجدوا بهذا العجين وبزاف الناس صراحه اللي جربوا العجين وكي يعني كيخليو ليا في التعاليق لا في الانستغرام ولا في الفيسبوك كيقولوا ليا باللي راه انف... نفعاتنا بزاف صراحه الناس اللي باقيين ما مجربينش هذا العجين نتمنى انكم تجربوها راه غادي تنفعكم بزاف يعني في رمضان ولا بلا رمضان وبالاخص النساء العاملات يعني غادي تنفعكم بزاف انا راه فوق ما كنكون جالسه كنعجنها وكنحطها في المجمد وقت اللي نحتاجها كنلقاها موجوده صراحه كتنفع بزاف غندوز كيف كتشوفوا غنورق هاد العجين ان شاء الله غنخدم معكم واحد الكريويسات يعني غي غير صغيورين دابا كيف كتشوفوا من بعد ما ورقت العجين ديالي كيبقى السمك ديال العرض على حسابكم نتوما كناخذوا واحد الرولو ديال البيتزا ولا موس وكنبداو كنقطعوا فيها بهذا الشكل نتوما كيبقى لكم اختيار واش بغيتوهم كبار تخليهم بهذا الشكل انا غنديهم صغيورين هنا يعني انا غنقطعهم غن مازال بغيتهم كراويسات يجيو صغيورين المهم راه كيف قلت لكم العبار كيبقى على حسابكم نتوما بغيتوها كبيره غتقطعوها على 8 يوم. بغيتوها صغيورين غديرهم على 16 حبه انا نكمل ان شاء الله تقطع شوفوا من بعد ما قطعت العجين يعني عطاتني 16 قطعه غندوز نفلح ليها الفوق ديالها بهذا الموس كيف كتشوفوا ممكن انكم هاد الطريقه ما ديروهاش ممكن انكم تلويو الكريوسات ديالكم بلا ما تحتاجو تشرطوا هاد الشرائط هكا المهم كيبقى لكم الاختيار دابا غناخذوا الشكلاط راه كيف قلت لكم ممكن ديروهم كبار ممكن ديروهم القياس على حسابكم نتوما كيف كتشوفو كناخدو كن هادوك الجنيبات اللي قطعنا وكنديرهم بهاد الشكل صافي وكنبداو كنلويو في الكريويصه ديالنا المهم راه القياس كما قلت لكم كيبقى على حساب كل واحد بغى الكرواصه تجيه كبيره بغاها صغيره المهم انا بغيتهم يجوني صغيورين داكشي علاش قطعتهم بهذا القياس هذا كيف كتشوفوا كنحاولوا نضغطوا على الاخر ديالها نتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون واضح كيف كتشوفوا ممكن انكم تلويو وتعودوا تزيدوا الشكلاط يعني باش تجي عامره بالشوكولاط الشوكولاط راه كتعرفوا كيعجب الوليدات الصغار وغنستمر ان شاء الله بنفس الطريقه حتى نكمل العجين ديالي كامله ان شاء الله ونرجع معكم كتشوفوا من بعد ما وجدت هاد الكريويسات هادو غنحطهم على جنب يخمروا وندوز نوجد معكم ان شاء الله واحد الخبيزات اللي كيجيو مالحين كتشوفوا من بعد ما كملت الكرواصه ديالي ها هي الحشوه بردات ليا غندوز ان شاء الله باش نوجد معكم واحد الخبيزات اللي كيجيو مالحين راه كيمكن لكم تشكلوا العجين كيف ما بغيتو كيف ما قلت لكم يعني كيف ما بغيتوا تشكلوا العجين غتشكلوه المهم انا نعطيكم فكره اللي غنخدم بها انا وانتم كيبقى لكم الاختيار غنقطع العجين ان شاء الله الطريفات صغار يعني كيبقى القياس على حسابكم كيف ما قلت لكم القياس كيبقى اختياري اما بغيتوهم صغيرين بغيتوهم كبار يعني كيبقى لكم اختيار انا قطعتهم هنا على سته المرات كيف كتشوفوا من بعد ما وجدنا هاد الكريسات ديالنا غادي ناخذ شويه دقيق بسم الله وغادي نبدا نشكل في هاد الخبيزات اللي قلت لكم نتمنى ان شاء الله انهم يعجبوكم وكيف قلت لكم راه يمكن لكم تشكلوا العجين كيف ما بغيتو نتوما يعني الطريقه اللي كتبغيوها تخدمو بها وغادي نعاون بالدلاك غنسرح هاد العجين ان شاء الله ديالي نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وينالوا الاعجاب ديالكم دابا غنعمروا ان شاء الله بهذه الحشوه هذه كيف كتشوفوا بسم الله يعني راه كيف قلت لكم راه الحشوه كتبقى اختياريه ممكن انكم ديروا اي حشوه عندكم ممكن تعمروهم بخضيره ممكن تعمروهم بصدر دجاج ممكن تعمروهم بكفته ممكن تعمروهم بطون يعني كيبقى لكم الاختيار انا هنا كان عندي شويه صوصاس صافي وقلت نخدم به هاد الخبيزات هادو كيف كتشوفوا كنبدا كنلوي عليه العجين وكنبدا كنضغط عليه بهذا الشكل بحال شكل الباقيت. وكنجيب هاد القنت هذا وكنبدا كنسد كيف كتشوفوا باش ما تحلش لينا العجين في الفران يعني ضروري ما تضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم ملي تكون كطيب كيف كتشوفوا الصراحه كان كناكد الناس اللي باقيين ما جربوش العجين غير جربوها ان شاء الله راه غادي تعجبكم بزاف يعني ممكن اللي ما بغاش يدخلها المجمد ممكن انكم تخدموا يعني نص الكميه او لا نص كيلو يعني كيبقى لكم الاختيار انا عاود معكم ان شاء الله وغنكمل ان شاء الله بنفس الطريقه العجين ديالي كامله ونرجع معكم من بعد ما نكمل ان شاء الله كتشوفوا من بعد ما شكلت العجين ديالي يعني الحلوه والمالحه كناخذوا شويه البيض بيضه يعني انا ناخذ بيضه كامله درت معاها شويه الحليب ممكن شويه الحليب او الخل يعني كيبقى لكم اختيار هاد العجين يا اما تخليوها حتى تخمر عاد باش تدهنوها اولا تدهنوها قبل ما تخمر يعني كيبقى لكم اختيار صافي غندهنها ان شاء الله ونخليها تخمر اصلا خليتها شويه يعني ونخليها مازال شويه تخمر مزيان ناخد شويه ديال الزراره وغادي نرش بهم هاد الخبيزات هادو المالحين كيف كتشوفوا كيبقى لكم اختيار ممكن ترشوهم بالسانوج ممكن ترشوهم بالزنجلان ممكن ترشوهم بالبافو يعني كيبقى على حسب اشنو عندكم وعلى حسب المتوفر وعلى حسب الرغبه غنرشوهم ان شاء الله كيف كتشوفوا وغادي ندخلهم للفران اللي كيكون شاعل من قبل سخون ومن بعد ما يطيبوا ان شاء الله نتلاقى بكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد العجينات ديالي دي. الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالي دي من بعد ما وجد كيجيو على هذا الشكل الصراحه كيجيو رائعين نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم يعني كتجي العجينة مقطنه وغزاله وهم الكريويسات من بعد ما وجدوا حتى هما كيجيو مشهدين وزوينين انا درتهم هنا صغيورين وما تنسوش تبارطاجيو ليا الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم والناس اللي مازالين ما اشتركوش في القناه نتمنى يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله وما تبخلوش عليا بجام والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله